السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى جميع السواق مع التحية. من أخطاء اللي يقوم بها السواق أو بعض السواق أثناء السياقة إذا لاحظ معلم سياقة استخدام الهرن بقوة وإزعاج، ما له داعي استخدام هاي الهرن عشان ما تزعج المدرب وكذلك التلميذ اللي معاه، فهذه مو سلوكياتنا كسواق بحرينيين. إذا جدرت على النار أو أنت أخي المستعجل لاحظ قدامك، احذر تعليم السياقة، سيارة تعليم السياقة حطوا لك احذر انتبه، فما تقوم تزعجها بالهرن. أتمنى يكون كلامي واضح وغير جارح. ألاقيكم في حلقة قادمة إن شاء الله، مع تحياتي لكم الخبير المروري عبد الخالق الخاجة، وشكراً.